شرفنا ككلية دفاع وطني وممثلة بدورة الدفاع الوطني رقم 25 بتنفيذ الجولة العلمية إلى المنطقة الشمالية وتحديدا إلى أقليم كردستان. حقيقة هذه مقررة ضمن المنهج الدراسي العلمي. الغاية من هذه الزيارة هي الاطلاع على المؤسسات الاستراتيجية في الأقليم، وبالتالي الاطلاع على وسائل التنمية في كافة المجالات في الأقليم، وهذا جانب مهم جدا، لأن من يدرس في هذه الكلية هم من القيادات العسكرية والمدنية، القيادات العسكرية بمستوى قائد فرقة ومدير مديرية، والقيادات المدنية بمستوى مدير عام ووكيل وزير فما فوق. حقيقة الغاية من هذا الموضوع هو كيفية تنمية قدراتهم وتطوير مداركهم في قضايا التخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني وإدارة الدولة. هل هناك اتفاقات بينكم أو تعاون مع الكليات الدولية أو القوات الناتو؟ نعم، لدينا حقيقة انفتاح كبير من خلال جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، لأن كلية الدفاع تنضوي تحت مظلة هذه الجامعة، وبالتالي تحت مظلة رئاسة أركان الجيش ووزارة الدفاع العراقية. لدينا مذكرات تعاون علمي على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، إضافة إلى المستوى المحلي مع جميع جامعات العراقية في القطر. حضرتكم التقيتوا بمنو بالأقليم؟ وشنو كان مثلا اللي تكلمتوا عليه وتحدثتوا عليه؟ التقينا ضمن البرنامج المعد لهذه الجولة. اليوم الأول التقينا برئاسة الإقليم، التقينا بالسيد رئيس الإقليم. كان لقاء مثمر بمواضيع عدة، وكان نقاش حول القضايا الاستراتيجية وحول التهديدات والتحديات التي تواجه العراق بشكل عام، باعتبار الإقليم هو جزء من العراق وجزء مهم من العراق، وبالتالي هذه الوحدة الموجودة مهمة في مواجهة هذه التهديدات والتحديات. إذا نتحدث على كيفية القبول بالكلية، ممكن إذا تعطينا معلومات على هذا؟ طبعا هناك ضوابط للقبول في الكلية. كلية الدفاع الوطني أعلى مؤسسة استراتيجية. شروط القبول: لديها نظام، تعمل بنظام، يعمل هذا النظام ضمن قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم 4 لعام 2016. وشروط القبول هي من أشغل منصب قائد فرقة أو مدير مديرية بالنسبة للعسكريين، والمدنيين بمستوى مدير عام فما فوق، وتخصص مقاعد، وأيضا هناك 3 مقاعد مخصصة لإقليم كردستان. والحمد لله الدورات السابقة مشتركين من الأقليم، ويعني مخرجات هذه الدورات من الإقليم كنا نتابعها، ومتابعين هذه المخرجات استفادوا كثيرا من هذه الدورات في تنمية قدراتهم وتطوير مداركهم في مجال القضايا الاستراتيجية.